فقدان الوزن صعيب ومرهق، ولكن الحاجة اللي كتخليه أكثر صعوبة هو الطريقة كيفاش كتفكر فيه. كثرة المغالطات كمبتدئ كتخليك تالف وما عارف ما تدير. في هذا الفيديو غادي نشوفو ثلاثة ديال الاستراتيجي باش نفقدوا الوزن ونحافظوا على الكتلة العضلية. نبداو بالاستراتيجية الأولى، حاولوا ما تقطعوش البروتينات. كما كتعرف باش تنقص الوزن ضروري تنقص السعرات الحرارية، ولكن نحاولوا ما ننقصوش من البروتينات، خاص على الأقل 0.5 من البروتينات لكل كيلوغرام من الجسم ديالنا. زيادة في البروتينات كتساعد باش تحافظ على الكتلة العضلية ويقدر تزيد فيها في فترة التنشيف، وكيجعل عملية الأيض عندك أسرع. واحد المنفعة أخرى ديال زيادة البروتين هو الإحساس بالشبع. إلا لاحظتوا فاش كيكون فيكم الجوع كتكونوا مقلقين وكتبداو تغشوا في الرجيم، ولكن إلا زدتوا في البروتين ما غاديش تحسوا بالجوع، وبالتالي غادي تستمروا في الرجيم، وهذا الشيء غادي يخليكم تفقدوا الوزن بطريقة مداومة. الاستراتيجية الثانية هو أنك تاخذ الوقت الكافي باش توصل الهدف ديالك. خاص يكون الهدف ديالك تفقد 1% من الوزن ديالك كل أسبوع. إذا كان الوزن ديالك هو 80 كيلوغرام خاصك تطيح 800 غرام كل أسبوع. هاد الشيء يقدر يبان لكم قليل، ولكن باش ما كان قليل ومداوم باش ما أحسن. أشنو يقدر يوقع إلا بغينا نفقدوا الوزن بسرعة؟ هاد الحالة غادي نفقدوا حتى الكتلة العضلية، هاد الشيء اللي بغينا نتفاداه في الرجيم ديالنا. إلا فايت لكم تفرجوا في برنامج The Biggest Loser كيعتمدوا على الطريقة السريعة لفقدان الوزن. اكتشفت الدراسات أن هاد الناس رجعوا كاع الوزن اللي فقدوه في أشهر قليلة. هذا الشيء بسبب عملية الأيض، أي الميتابوليزم عندهم ولا ثقيلة. واحد الدراسة دارت في النرويج خداو جوج مجموعات من الناس، الأولى كان خاصها تفقد الوزن بسرعة والثانية بشوية، ومن خلال هذه التجربة اللي فقدوا الوزن بشوية حصلوا على زيادة في الكتلة العضلية حتى الواحد كيلوغرام تقريبا، عكس المجموعة الثانية اللي فقدوا الوزن بسرعة ما ربحوش كتلة عضلية. الاستراتيجية الثالثة سهلة وهي رفع الأثقال. ملي كنقصوا السعرات الحرارية الجسم ديالنا كينقص الدهون والكتلة العضلية في نفس الوقت، هذا الشيء كيتسبب في الهدم العضلي ما يسمى كاتابوليزم. هنا كيجي الدور ديال حمل الأثقال حيث كيمكنكم بناء العضلات. إذن إلا قدرتوا تمارسوا رياضة كمال الأجسام في فترة الرجيم فراكم كتحميوا الجسم ديالكم من الهدم العضلي. كنصيحة من عندي كنقترح عليكم تمارسوا رفع الأثقال 3 ديال المرات في الأسبوع على الأقل، وفي كل حصة ترينيو فول بادي أي الجسم كامل. وفي الأخير إلا تبعتوا هاد الاستراتيجيات بثلاثة غادي تمكنوا من فقدان الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت.